بص بقى قدره ربنا بقى سبحانه وتعالى، كل خليه من دي، كل خليه بتمر في حياتها بمرحلتين، مرحله بتبقى immature ومرحله mature. يبقى اذا الخليه، كل خليه ممكن تبقى immature وممكن تبقى mature. بسرعه كده، immature intrauterine لغايه ايه؟ سن شهور معينه، داخل الام داخل الجنين بتبقى immature، ماتيور من لما يتولد. ايه الفرق؟ الخليه وهي ماتيور اول ما الانتيجين يخش لها بروليفريت ومش عارف ايه ايه ايه، وتطلع الانتي بودي اللي يروح ايه يدمر هذا الانتيجين. ايه الماتيور؟ اي حاجه. انتيجين دخل يختار الخليه بتاعته الماتيور سيلكتد وتطلع الانتي بودي وتخلص منه. لكن اماتيور لو جالها الانتيجين تتعقد في عيشتها وتمتنع عن النطق.